فبالتالي انا برحب بحضراتكم في حلقه خاصه جدا من الترند النهارده، لان هي حلقه اللقب وحلقه الاحتفال ببطوله دوري ابطال افريقيا والبطوله رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي. كنا دايما بنقعد نقول التاسعه يا اهلي التاسعه يا اهلي، بصراحه الفتره اللي فاتت في البرنامج ما كنتش بقول كلمه التاسعه يا اهلي كتير، يعني كجانب من مش عايز اقول تشاؤم بس يعني ايه، ما كناش موفقين في بطولتين قبل كده لما وصلنا النهائي، وكنا دايما بنقول التاسعه يا اهلي. المره دي بقى احنا بنقول التاسعه اتحققت يا اهلي اخيرا في انتظار العاشره، وهو ده دايما طموح الاهلي وطموح جماهيره، واللي هم عندهم طمع كبير جدا في حظ البطولات، هم متعودين على كده الناس. فانت هتفكر في اللي جاي كمان بدايه من بكره، عندك كاس مصر وعندك سوبر افريقيا وعندك كاس عالم الانديه في شهر 2، يعني حاجات كتير جدا الاهلي هيشارك فيها وحاجات كتير جدا كلنا هنبقى ورا الاهلي فيها وهنتكلم عنها. لكن سيبونا بس نفرح امبارح بعد الماتش، والنهارده الفرحه ممتده. طبعا الفريق كمان ما رجعش التدريبات والنهارده اجازه، فهنفضل فرحانين لحد ما يبتدي الفريق تدريباته عشان يستعد لمباراه الاتحاد يوم الثلاثاء اللي جاي في نصف نهائي كاس مصر، بطوله ان شاء الله منتظرينها كمان. انت لغايه دلوقتي حققت ثنائيه دوري ودوري ابطال افريقيا في انتظار كاس مصر، وكمان انتظار السوبر الافريقي، وكمان نفسنا في السوبر المصري، يبقى حققت خماسيه تاريخيه ما بتحصلش كتير.